نرجع شويه للمقابله، نشوف المقابله، انا نشوف خالد بن يحيى يلعب بذكاء اكثر من شهاب الليلي. شهاب الليلي صحيح عمل 7 أو 8 ماتشات نتائج باهيه، جاء في الفري تيست اللي هو كونتر الترجي الرياضي التونسي ما عمل شيء بصراحه. تشوف انت ضد الترجي الرياضي التونسي اللي هي عندها حلول هجوميه اكثر من الاطوال، من غير حشمه من غير حتى شيء، لعب لك البارح بثلاثه لاعبين ارتكاز، لعب ثلاثة بيفوات اللي مش متساس، الترجي تلعب لك دو بيفو ولا تلعب لك معنا بكون بركه، البارح لعب ترو بيفو اللي هو عنده حلول هجوميه معنا مش متقلق وعرف كيفاش ينقص الماتش تاعو وربح. نحن لا مشينا للرادس صحيح سجلت الهدف التعادل من بعد ما نيغوسي لو ماتش، معناها ما كانش معناها كان نجم يتعامل معه خير من هكاك. البارح كما قال سيموجي نستحقينا مرئي قبل شرميتي، انت شرميتي راهو 2008 مش شرميتي تاع 2018، شرميتي تاع 2008 2007 2009 مش كيف كيف، ما نجموش نطلبوا مراجع اكثر من اللي نجم. اليوم انت جايب اترونجي قاعد على البنك الواه يزمو يلعب، هذاك اللي باش يتعب شويه ديفونس يخلي الحلول شويه العليا ولا الماهر الحناشي قبل يتضرب ولا حتى اللي هبط معناها يهاب كان النجم هما، خاطر علاش انت توك تحط مرعي القدام باش يعاون يكسر شويه ديفونس ويجريهم تلقى حلول تلقى اللي فاي باش نجم يتعدى. البارح فما شيء، البارح ديفونس تاع الاسبيرونس تلعب بالراحه، شرميت حاط روحه في البياج ويلعب بالراحه وهذا هو كيفاش جاي.